السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. المهم اليوم نهار جديد وفلوق جديد معايا، مرحبا بكم. صراحه قررت يمكن مستقبلا ما نبقاش نقول السلام عليكم البنات، غادي نبقى نقول السلام عليكم باش ما نذكرش غير البنات، لان بان لي مؤشر يعني النسبه ديال الذكور اللي كيتفرجوا فيا تاش كتطلع في القناه، فمرحبا بكم. المهم ما عرفتش واش يكونوا دي كونت ديال رجالهم ولا المهم النسبه ديال المؤشر ديالهم طلعت عندي في القناه، ماشي بحال في الاول كانت مختصه غير في البنات. ما عليناش، مرحبا بكم بالقدام الجداد، كلشي راكم مولين الدار. اليوم فلوق جديد معايا، نهار جديد معايا، غادي ان شاء الله طالع لبرشلونه. صراحه شهيت الكنافه، اخر مره كليتها في تركيا دابا هادي شي عامين وشي حاجه، طالعه في 3 سنين، فتشهيت الكنافه. اختي كانت طلعت فجات عندي، طلعت لبرشلونه نيت، مشات لواحد البلاصه عطاتني المطعم فين هو وعطاتني البلاصه بالضبط، وقالت لي الكنافه زوينه بحال تركيا، لان انا وياها فاش كنا مشينا لتركيا ودقنا في نفس البلاصه اللي انا نعتله. انا سبقت اختي لتركيا وقلت لها البلاصه فين كليتها، ومشات لنفس البلاصه كليتها، كانت مادو لما كان ما كنت عاقله، موضه مادو ما عقلتش بالضبط، المهم مادو كنظن مادو، كانت واحد البلاصه سميتها مادو، واحد المطعم ولكن فيه واعر لا الفطور ديالهم لا الكنافه ديالهم لا حتى. ان شاء الله نرجع لتركيا عما قريب، غادي نرجع لتركيا ان شاء الله، وغادي نصور لكم داكشي بالتفاصيل ونوريكم يعني البلايص ونعطيكم الاثمنه بحكم فايت مشيت لها وكانت عندي تجربه فيها، فغادي نوريكم داكشي ان شاء الله بالتفاصيل. ودابا جاتني عليها، قلت في دماغي شحال هذه ما ذقت الكنافه من تركيا، فغادي نطلع لهذاك المطعم وغادي ناكلوها ان شاء الله ونضربوا دوره تمانيت نتراو شويه نبدلوا الجو الويكاند. هادشي اللي كاين البنات، وهانتوما معايا دابا حنا واقفين كنديروا المازوت للطوموبيل وغادي نمشيو ان شاء الله. قبطوا الطريق دابا لبرشلونه، دوزوا فيها نص نهير هكا ياك، كلشي انتوا معايا تشوفوا داكشي في التفاصيل. يلا جينا دابا صراحه ما قيمه باش تلقينا هذا الرسم، هذا حيت جاي من دوبا ما باينش مزيان. صراحه كنت باغا لانه هو اللي فيه الماكله ديال لبنان، صراحه اول مره غادي نطبخ الماكله ديال لبنان. شوف رده الفعل ديالي كي دايره، اهم شيء بغيت الكنافه لان صراحه الشتاء هذه ما كنتهاش. المهم الريستو زوين زوين، كان وريتكم شي لقطات منه، سالي الماكله ان شاء الله نصور حتى كنا ما عرفتش كتبان مزيان. تقولي لي بدلتي ال المونطون، ماشي مونطون نورمال، حيد الجاكيطة، شكرا، ماشي مونطون نورمال، حيد الجاكيطة وكنت جايبة معايا هاد المونطون من البرد البرد البرد، فقلت لاباس اللي جبت معايا هاد المونطون حيدو، الحمد لله اللي أصلا كانت الفكرة ديالك كتقول لي دي معاك المونطون، دي معاك الكشكول، دي معاك الطاقية، راه كيلبس. المهم البنات تم جبنا الماكلة، بديت أنا فطاير بالجبنة. صراحة حبيت هدا يقوم تركيا زواني، خدينا السلطة هنايا اللبنانية، خدينا الحمص، وكانت فطائر باللحمة الكحولة بالنسبة ليا، هادشي لي كاين. صراحة هدا لي نبغي نضفو، هدا لي مشفتوش هو السلطة. المهم البنات ما عرفتش مع هاد الموسيقى واش كاينه كوبي راهي جات لنا. المهم خدينا فطائر بالجبنه وباللحمه، هاد ما قدش كاع يكمل ديالو، الحاجه اللي زعلوك واحد بزاف الحمص قال لي زعلوك، يلاه كلينا داك الشلاضه صافي شي اللي كاين. خرجوا كملوا الشلاضه بحال ما باين، شوف بالي قالوا كيخصنا ناخذوا تفول
تبوله 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 شلاتهم لا تبوله لا انا بنت كذا بنت بحال المغرب والله العظيم يا اخويا قلت لي بنت بحال المغرب المهم انا والله ما قدرتش كم بغيت نكمل هذا ولكن ما قدرتش عليها صافي يا شباب ممكن لكم ما يكملوا من بعد تنفرح ان شاء الله. المهم البنات انا رجعت لكم ثاني كما كتشوفوا دابا جينا هنايا كنشربوا اتاي ومع حلوه تاع ديالهم والحلاوه ديالهم وداك الشيء. المهم حلويات شرقيه تقول لي البلاصه لان البلاصه اخرى كانت غير ديال الماكله فقط وهذه البلاصه هذه فهي ديال لا بغيتي تاكل حلويات تشرب شاي ما الى اخره هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا احنا مازالين معايا شويه ان شاء الله نخرجوا مازال تبعنا نتسارف هانتوما حلوياتها بنات المهم احنا فوق ما ضربكم جمع شعري كيديرونجيني من هاد الجي. يلا دابا خرجنا من الريسطو اللبناني سي فهد ما سكتش بتاتا قال لي اش من حمص عليك واخا اللي زعلوك حسن ليا ما جاوبوش قال لي وين الحمص هذا شنو هذا الحمص واش طاح لي الحمص قلت له يا زعلوك يا فينك تكتوكه صراحه الماكله المغربيه واعره لا يعلى عليها صراحه لا 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 باش ما نكونوش يعني كنكذبوا ولكن الماكله المغربيه ما كاينش بحالها سمحوا لي كنجي شي بلايص هكا هنا فيهم الضو ما كاينش بحال الماكله المغربيه والتوابل ديال المغرب يعني العطريه ديال المغرب ما كاينش بحالها ف ما يعني ماشي غادي نعيبوا عليها ماكله زوينه كتكال هذيك ديالهم احتراما للناس اللبنانيين ولكن ماكلتنا كتبقى ماكلتنا حنا موالفين بواحد التوابل واحد البهارات ما يعني ما كاينينش عند دول اخرين وصافي. فالمهم دابا حنا غاديين داك اللي خديت انا فيه كفته عامره على داكشي هادوك فطاير خدا هو فطائر باللحمه يعني بالكفته وانا بالجبنه بالجبن صراحه فايت واكل الفطائر في تركيا وعجبوني على الفطائر اللي كليت حنايا نو ديال تركيا واعرين بالزعتر وداكشي زوينين بزاف. مهم في الاخير الحلويات عجبونا شويه ماشي بحال المغرب كيبقى تيبقى ضروري كنبقى نقول ديك ماشي بحال عندك راه ماشي كيبقاو كنقولوا ديما ماشي بحال المغرب. المهم هما زوينين حلويات زوينين فاتي يقول لي شنو تشوف فيهم السمن فيهم القطر هذاك الماسكر داكشي اللي كيسقيو به قال لي واش فيهم السمن هما فيهم القطر. المهم اتي مغربي بينك بيان سيغ لبنانيه لان انا تي مغربي حنا عارفين المغربي انا ولكن ماشي ما غاديش تبقى يشحر لك هذا لك الشيء هو شوفوا دار الشكل ديال اللي كنديرو ولكن ماشي داك المشحر ديال هو البراد المغربي كيتسمى داك البراد اللي معمرين فيه راه مغربي هادشي اللي كاين. المهم الطبيعه ديالي ولكن الواعره هو داك الامريكان عطاو اتاي والكاس الاخر خوا بيبسي اللي بقات لي في الكاس ديال اتاي وشربوا في دقه واحده عرفتي سطاني بيبسي خواها في الكاس ديال اتاي وشربوها البنات عرفتي واحد اللقطه ما كانتش كاميرا شاعله للاسف خوا بيبسي في اتاي وبدا يشرب وما عرفتش هو كيجاه. المهم ما يمكن بالنسبه له جاه مذاق مختلف ومهم كل واحد وكي كتجي ما تقدرش تعرف اللي كو ديال الناس كيفاش دايرين. المهم انا قاعد نبان لكم كنهج حيت حنا دابا شويه عاطين لاطاك غادي للطوموبيل عرفتيها منها حتى شي سير اش من عرفتها ضرب الضلعه والله الا عرفتيها ضرب الضلعه الحمص واش حمصي الحمص كاين محسن طيب واري كلشي على ما كاين محسن طيب واري الحمص الحمص ساقينو وطحنينو دير فوق الزيت الزيت البلديه وشويه ديال الحار يمكن
عرفتي داك غير بحال نقولوا بابريكا زعما داك داك التحميره. المهم وزيت البلديه وجوج حبات ديال الحمص ملح. دابا دابا ديك واش كتعيبوا على الماكله ديال الناس؟ شوفوا والله العظيم الا لا مزيانه ماشي ما مزيانش انت تتكل تكرك لينا مرمر غتاكلها كي داك غتجي في المود ديال الدان قالك غتقدي وغتقدي وجاك مع اللبنانيين ولا ماشي مع اللبنانيين؟ ما عنديش ما ما نعرف شي وحداتكم زوجه شي لبناني. انا مانيش متبين باللبناني يعني متبين في المغرب فقط اللي خطاهم علي الكويدات ديالي فقط لا غير. ولكن بالنسبه للماكله لا كتكلم شنو هي مصاري مات مصاري شنو بقشيش شو بيت تكشلونك شو تاك بعد ملي دخل هو في هذا شو بيت تكشلونك شوف المنظر زوين المنظر القهوه زوينه الماكله كل واحد والماكله واحد يعني والطقوس والماكله المغربيه والماكله اللي كياكل لا يعلى على الماكله ديال المغرب لا في الواقع يعلى عليها لحد الان. عندما كنا مره ان شاء الله غادي نبقى نتيستي ماكله ديال شي بلاصه دابا الهنوده تنشوف دابا قال لي الهنود والباكستان كنمشي بحال بحال ياك عندهم نفس الماكله الباكستان والهنود تقريبا نفس الماكله عندهم. المهم الهنود والباكستان كان عندهم نفس الماكله والله اعلم تتقولوا لي واش عندهم مشكل في التاسع ثاني مهبط ديال الزنديكيشن شحال يا كتشوفوا مهبط ديال الزنديكيشن شوفي نقول لك من هنا الحار 10 ل 0 لا لا ما عنديش مع الحار انا ماكل في الحار نكره شعباب كامل انا نقول لك ما عنديش مع الحار نو نو انا فايت طيق ديال الباكستان انا ما ناكلش الحار الحار بعدين ما علينا نقول له الحار او نو 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 الحار لا انت دابا قلتي لنا الماتش ديال البارسا كنت انت ما قلت لك الماتش ديال البارسا وراك كتحرك في برشلونه ها انت ما توحشيش برشلونه والله درب فيها دور وليت تنجي تنقول فوقاش غير رجع والله ما بقاش كيبغي شي حاجه اللي هي عامره وفيها الزحام وكذا والو كيقول لك فوقاش نمشي بحالي فوقاش نرجع صراحه حتى انا يعني ماشي مش كنعيب على مدينه غزاله برشلونه عالميه ولكن يعني لا يناقش فيها شي حد باركين طنوا بشحال ما كاينش باركين انا ولا تنظر ما لقيناش فين كاري في الطوموبيل حتى فواحد البلاصه ممنوعه الله يحفظ ودابا حنا غاديين لها اصلا وما ما عرف كارغا ديسكارغا والله ما نعرف رضت الوالدين وصافي لقيناها واش مشات نشوف 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 اشوف كيشوفها من هنا اشوف 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 ديما تصبح ياسين الارض باش تخرجها باقا كتبان لي باقا بالنسبه لك كتبان لي باقا زعما راه رضات الوالدين الا بقيت الطوموبيل لان اصلا حطينا في بلاصه ممنوع الا ما داوهاش راه الا عطاونا بروسي راه حنا مباركين الا داوها والله خصك تخرج واحد 200 دولار المهم حنا غاديين دابا نشوفوها واش باقا خليكم معايا لقينا الطوموبيل عاد نكملوا المسيره فين حنا غاديين تشوفوها كملوا معايا الفيديو حتى الاخر البنات الصراحه والله ما بغيت نبارطاجي معكم هادشي من قبيله وحنا في واحد الكارثه لقينا مفريد داو الطوموبيل ضحكت معاه فاز قلت له انت دايره التغشميت هذا ولا لا التغشميت حطينا في بلاصه وعارفين انهم غادي يديوها ومشينا جلسنا قال لك تنضربوا لك في الحمص جينا نيت حطيناه طراف طراف حطينا الحمص خضر ماشي حتى شو كيدير حال شي شوف قبيله وحنا نجريو اول مره غركب في الماكله صراحه تجربه لن اعيدها لان ما تجربه ما تهزه حنا رحنا دابا جالسين كنقلبوا دوك كلهم اللي هنايا الطوموبيلات هازينهم لموليهم جينا حطينا فيها 30000 ريال 150 د الاورو زائد 30 اورو يعني زائد 6000 ريال ديال كل ساعه كيحسبوا لك كانت وقفه تما يعني بالطوطال اش غنقول لكم حطينا فيها القرعه والجلد علاش قرينا الطوموبيله في بلاصه ما خصهاش تقار دابا حنا كنقلبوا على الطوموبيله باش نركبوا فيها صراحه دازت علينا تجربه خايبه بزاف ما زويناش ها انتم غنديروا لي كاسيس الطوموبيله ما زوين هاي الطوموبيل مسكينه ها الورقه ديال ياسمين شوفوا مسكينه كتكرفصوا على كلها اش غنقول لكم هات نحلها يلا دابا حنا غادي نركبوا امتي تكرفصوا مسكينه على الطوموبيل والله زعما اش غادي نقول لكم البنات حطينا فيها داك الشيء طراف طراف ولكن الحمد لله اش غادي دير كتشوف كتعيا ما تدور في دماغك كتلقى مكتبه انك تحطها في ديك البلاصه اللي هي انت عارفه انتيردي انتم هاد الدراري مخلصين وهذا جايين يديو طوموبيلاتهم هادو كلهم
الطوموبيلات اللي هنايا مكارين حتى هما ديال موليهم دينهم لهم. زعما ميزانية كتدخل الدولة في هذه القضية هذه؟ والله لا ميزانية صحيحة، ولكن التجربة والله ما عجبتنيش، بس ما عجبتنيش واحد الدرجة. صافي انا النوع اللي فاش كنتعصب كنتخنق والعرق كيبدا يخرج ليا من هذا من عنقي. واحد موقفنا هنا ما عرفتش علاش وقفنا، دارنا بيديه وقفوا. مخلصين اخويا مخلصين، طلقنا هاو طلقنا. خاف لي ممكن ما نقولوش مخلصين جاي ندير الطوموبيل. وما هو غادي تشوفوا هنا في الزيرو ديالو، هانتوما الباب تي تحلها باش نخرج. هانتوما هلا بخف ديال هانتوما. شوف ما عرفتش واش فيها 150 ديال الاورو غير باش تخرج الطوموبيل، باش يقولك على طوموبيلتك. زعما زائد زائد زوائد كل ساعة، كل ساعة بشحال حسبوها؟ كل ساعة بجوج الاورو زائد 30 اورو، يعني زائد 6000 غير ديال مو حسبوها على خاطركم. الدم من قبيلة ما تنهضر معاه ما تيهضرش معايا كاع، ما تيجاوبنيش، طالع له الدم لان كتشوف ما فهمتي تقولبتي، فهمتي ديك تقولبتي هي هذه اللي وقعت لنا. تقولبنا الطوموبيله ما كانتش خصها توقف تما اصلا، وفهد عارف هذا الشيء وولد المدينه وكل شيء وعارفها وقرا كاع في البانو، قال لي انا ما خصهاش توقف. فاش وقفنا قلت له يلا نحيدوها، قال لك وخلا في يد الله ما نتعطلوش. وهي ديك صدقنا تعطلنا حتى حنا نسينا راسنا، جينا لقينا. كنقول له انا راه كاينه، الا سمعتوني في الفخر ديالي كنقول له راه كاينه كاينه. ما تديوش على كاميرا كدير الزوم فوكس حيتاش ما كتشوف الظلام والضو ما فهمتش فين تشد. قلت لكم كنقول انا راه كاينه، راه كاين حيتاش كتبان لي الطوموبيله بيضاء. فاش وصلنا لقيناهم بداوها. المهم دابا حنا شدينا الطوموبيل الحمد لله، كان عياو ما كنشوفو كنقولوا الحمد لله من الخير. وشوف شنو هزات علينا، والله اعلم كلشي كتلقاه من الخلاف. معليش وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المهم حنايا مزيان دوم اللبنانيه تلا يقولوا مع الماكلتهم. هي خرجت فينا قال لهم كنافه وحميصه لا كنافه ماشي كنافه. الله تجربه ودازت وثمنها قاصح. باركينغ بيت زباله ديال الفلوس يا فضل الله. ما انا كنت شديت الطياره ومشيت حتى للمغرب، ضربتها بدوره وجيت. شحال كاع سوية البي ديال في الاغاغابيه ولا في الغيناخ، راه قل من هذا الثمن، هذا قل منه بزاف. الي روتور ماشي مشكل، كتشوف حتى كتعيا كتقول من الخير. دابا شوف كنبدا نواسي راسي كنقول ماشي مشكل، كتشوف حتى كتعيا كتقول من الخير باش مره اخرى ما تعاودش ابدا. مره اخرى المره اللي جينا اللي قبل من هذه كنتي باركيتي في داك الباركينغ اللي بالفلوس نورمالمون، واحده كانت تحت الارض وكتخلص عليها، وكنا خلصنا عليها، خلصنا عليها شي 22 اورو 25 اورو 28 اورو اللي خلصنا عليها. هي قولوا 5400 5200 بحال هكا، 5200 اللي باركينا هذاك المره نيت فاش جينا اخر مره، يعني جينا برشلونه بنات. المهم يلا دابا رجعنا للدار على خير وبخير، هذا هو الاهم. شويه صراحه كان فهد معصب، لان كما قلت لكم كتجي قضيه بحال شويه ديال الشمته، لان باش تكون قريتي البانو وعارف بان انت ذي تحت ما الطوموبيل وتحطها وتمشي وتقول في يد الله، كتبقى ديك الساعه كتابه عليك. يعني ماشي الثمن ديال ديك المونطا اللي ضرني، ولكن اللي ضرني هو ما تساريناش، ماشي كيف ما حنا اصلا كنا غاديين داكشي اللي درناه، فهمتوا؟ يعني كنت باغا نمشي، باغا نشري شويه ديال الحوايج، باغا نمشي للسونتر كوميرسيال، باغا ندوركم معايا. ماشي دا هو النهار اللي كنا طالعين حنا اصلا ندوزوه، لا علاقه مع شنو حنا كنا طالعين ندوزو، وماشي هذيك الكان اللي كانت عندنا اللي في الاخر ولات. هذا هو اللي ضرني فيها بزاف، يعني كنا غير نطلعوا تسرا وندور هكايا في سونتر كوميرسيال، ندوركم معايا نوريكم شي حوايج بانوا ليا كانوا سولد باش نمشي نشريهم. وهذا تصدقنا ولينا كنجريو في المتروات، وما صراحه ما عجبنيش الحال بصفه نهائيه. طلع لي الدم على هذه القضيه هذه، بقاو كيعطوا في المتروات لدرجه ان فهد تلف، ماشي تلف لان ما عرفش المترو فين غادي، ولكن تلف فين دارت به الدنيا، يعني باش ما لقيناش الطوموبيل صافي تما فين ديك تصرفقت حنا تصنفقت كنقول ولد حتى يدان في هذه الحلقه نتفرجوا شويه طيبوا الناس وصافي هادشي اللي كاين. وغادي يكون هكا سالي الفيديو ديال اليوم،
كنتمنى نلقاكم فيديو جاي، كونوا بصحة وسلامة، مورال زوين، وانتوما 5 5. يلا تهلاو فراسكم بزاف، تلقاو فيديو جاي، مع السلامة.